بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، ويسر أمورنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين يا رب العالمين لما تحب وترضى. اللهم أحينا على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملتك، وأعذنا من مضلات الفتن برحمتك أرحم الراحمين، نحن وسائر المسلمين ووالدينا ومشايخنا، اجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب المحبة، أي محبة الله عز وجل. والمحبة لأنها معنى اختلف في تعريفها وضبطها، لأن كل الأمور الوجدانية يصعب ضبطها بالعبارة، أي أمر وجداني يصعب ضبطه بالعبارة. فالمحبة من الأمور الوجدانية، المحبة والكره والبغض والتوكل والرضا، هذه الأمور وجدانية تشعر بها، لكن إذا أردت أن تعبر عنها بالعبارة لتجد عبارة منضبطة تستطيع أن تعبر أنت عنها. أمور تعيشها ولا تستطيع أن تعبر عنها تنقلها لغيرك، كما ضربت لك مثلا الأمور الحسية، أنت إذا أكلت فاكهة معينة استشعرت طعمها، لكن لا تستطيع أن تعبر عن طعمها بلفظ يميز بينها وبين طعم فاكهة أخرى حلوة، هذه جميلة وهذه جميلة، لكن لا تستطيع أن تعبر الفرق بين حلاوة المانجا مثلا وحلاوة العنب وحلاوة التمرة، ولكن إذا ضفت هذا الأمر تستطيع أن تميز بالذوق لا بالعبارة. كذلك المحبة، فالمحبة يصعب ضبطها بعبارة، ولذا ساق فيها باب طويل الإمام عبد الكريم القشيري، لأنها كلما جاء بعبارة عن ولي من الأولياء يجد أنه ما زال لم يفصح عن معناه أو عن بعض معانيه، أو كما يشعر بها الولي في لحظة ما عبر، وتختلف في اختلاف اللحظات حتى على الإنسان نفسه. فأنت تحب أمك، تحب أبيك، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب ربك، لكن بين الفرق بين محبتك للنبي ومحبتك لأمك أو محبتك لربك بالعبارة، أنت تستشعره لكن لا تستطيع أن تعبر بالعبارة. ولما كانت المحبة هي الميل الطبعي، فإذا نسبت إلى الله لا يليق أن ننسب إلى الله أنه يميل طبعا، لأن الميل هذا من صفات المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا أن الله يحب أولياءه فهذه المحبة لا تكون بمعنى الميل الطبعي، لأن الله محال أن يكون على هذه الصورة، فتكون إذا نسبت إلى الله لها معنى آخر يليق بجلال الله عز وجل. إما نفوض هذا المعنى لله فنصير كأهل السلف المفوضة، أو نؤوله كما صار أهل الخلف، وهي مدرسة الجدال ورد الخط، فاضطروا إلى التأويل ليردوا خط المقابل، وإن كان هو مذهبهم الحقيقي في قلوبهم والتفويض أيضا، ولكنهم اضطروا إلى التأويل ليردوا خط الخصم المقابل الذي أراد أن يحول صفات الله سبحانه وتعالى التي هي تليق بجلاله، جعلوها محسوسة وجسموا الله عز وجل. فالمحبة الخلاصة فيها أن الإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى أو أحب أي شيء سبحانه وتعالى، هل يجوز أن تطلق شيء على الله؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينه. فالإنسان لا يحب إلا للجمال أو للإحسان أو للكمال، فإذا توفرت هذه الصفات في أي شيء أحبه الإنسان. فلما توفرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الخلق إحسانا للخلق ورحمة للعالمين، وكان أجمل الخلق صورة وخلقا،
فكان أخلاقه بالجمال الذي يليق به، حتى إن الله سبحانه وتعالى وهو أجمل الناس صورة قال إنك لعلى خلق عظيم، فدل على أن أخلاقه أجمل من صورته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجمال فاق الجمال الحسي والمعنوي خلقا وخلقا، ومن حيث الإحسان فكان جواد بالخير للناس جميعا، بل للدواب بل للعالمين، فهو رحمة للعالمين، فلا إحسان بعد إحسانه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عبر الصحابي وقال كأنه الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك إذا نظرت إلى كماله، النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها لم يخطئ خطأ واحد، لم يقل لفظا لا يليق، صارت حتى ألفاظ النبي في حال غضبه ورضاه شرع يستدل به على حكم الله عز وجل، لا يوجد كمال بعد ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق لا ينطق عن الهوى في الرضا والغضب، في الفرح والسرور، في الحزن، في الليل وفي النهار، كل ما يفعله النبي ويقوله في كل أحواله مع تغير الأحوال شرع شرع الناس، فهذا من كماله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما توفرت هذه الأشياء صار محبة النبي كأنها فطرة في نفوس الناس إذا عرفوه، من رآه بديهة هذا ومن خالطه معرفة أحبه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب لأمته من أنفسه، وقال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من محض فضل الله بقى، فما بالك بمن أرسله، إذا كنت أحببت النبي لأجل هذه الأشياء كلها فما بالك من أرسله وسواه على هذه الصورة العظيمة التي جعلك تحبه أكثر من نفسك، فيكون الله أولى بالمحبة التي تليق بها بالله عز وجل. فالنبي محبته تليق بالمخلوق الكامل، والله محبته تليق بالذي خلق فسوى وقدر فهدى، بالذي يدبر الأمر يفصل الآيات، بالذي بيده ملكوت كل شيء، بالذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نظرت لذلك علمت أن المحبة على ثلاث مراتب إذا تعلقت بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كلم أمته بالمرتبة التي تليق لكل الأمة، ولكن الأمة في ذاتها متفاوتة في الإيمان، فلما خاطب الأمة قال أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة، يعني نظر تنظر إلى نعم الله عليه ونعم الله أفعال الله، فإذا نظرت إلى فعل الله أحببت الله، فهناك من يحب الله لفعله لنعمته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هناك من هو أعلى من ذلك. تكملة الحديث أحب الله لما يغذكم من نعمة وأحبوني لحب الله وأحب آل بيتي لحب، تكملة الحديث هذا. فالمصدر هو الله أصلا، ثم بعد ذلك جعل النبي مظهرا لهذا المصدر، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله. ثم بعد ذلك كل ما ينسب للنبي تحبه، النسبة بالقرابة اللي هم آل البيت وجب عليك أن تحبهم وتطيل عثراتهم وتسامح مسيئهم وتدعو لهم لمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تجد أن أمة النبي كلها منسوبة إليه، فتجد نفسك تحب كل المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لا يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، فصارت المسلمين كلهم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى العام، وإن كان كل معنى عام له معنى خاص. فهناك من يحب الله لنعمه أي لأفعاله، وهناك من يحب الله لصفاته، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالجمال، فالله هو الودود، هو الرؤوف، هو الكريم، هو العفو، هو الغفور، هو الستار. هذه الصفات التي تجعلك تستشعر أنه يمد لك كل أيادي الكون التي خلقها لتربط عليك وتأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى، فهذا الجمال الذي يحيط بك من كل حولك هو الذي خلقك، فأحببت الله لصفات جماله. فهناك من أحب الله لأفعاله، وهناك من أحب الله لصفاته، وهناك من أحب الله لذاته، لأنه وجد أن وسط صفات الجمال هناك صفات جلال، فلما كان هناك جمال مع الجلال كملت الصفات فكملت الذات، فأحب الله لذاته. عبر ذلك عنها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا أحصي ثناء عليك، هذه هي محبة الله لصفاته،
انت كما اثنيت على نفسك ترقى الى محبة الله لذاته. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على جميع انواع المحبة، على محبة الله لنعمه، احب الله لما يغذوكم بالنعمة، هذه لعوام الناس. ثم بعد ذلك من نظر الى صفات الله التي نعم الله اثر من اثار الصفات، فالصفات مصدر لاثر لهذه النعم، فاحب الله لصفاته. ومن نظر الى ان هذه الصفات تتنوع الى صفات جمال وجلال فهو قاهر فوق عباده، كما انه لطيف بعباده سبحانه وتعالى، فوجد ان الله سبحانه وتعالى يتصف بكل كمال، فاحب الله لذاته قبل ان ينظر حتى لافعاله او لاثر صفاته. فهناك ترقي في المحبة لهذا المعنى. ولذا إذا كان الولي ممن فنى في محبة الأفعال، تجد تعبيره عن المحبة يختلف عن الولي الذي فنى في محبة الصفات، عن الولي الذي فنى في محبة الذات. فالكل يعبر عن المحبة على حسب مشربه وعلى حسب حاله وما أقامه الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نسب المحبة لله إلى الناس، ونسب محبة الناس إليه، فهو يحب المخلوق والمخلوق يحبه، فصارت هناك محبة متبادلة. ولكن المحبة من الله بما يليق به، والمحبة من العبد بما يليق به، مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرم، لأن الإنسان جاهل في علمه، فكيف لا يكون جاهلا في جهله؟ هو جاهل حتى في علمه بالله، حتى لو نزه الله فالله فوق كل تنزيه هو اصلا انت تتصوره. يعني لو اردت ان تنزه الله وتقدسه فانت لك سقف لهذا التقديس، الله فوق هذا، وكلما ارتفعت وجدت الله فوق ذلك، فانت جاهل في علمك، فكيف لا تكون جاهلا في جهلك؟ ولذا المحبة منك تليق بعجزك، وتليق ضعفك، وتليق بجهلك، ولكن المحبة من الله تليق به سبحانه وتعالى. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يجبر هذا العبد ويتجاوز عن هذا الجهل ما بادلك المحبة، لأنه عفو غفور يعفو عنك، لأنك وأنت تحبه وأنت تجله هو فوق ما تجله وهو فوق ما تحبه. لولا أن يعفو عن جهلك في هذه المحبة ما أحبك أصلا. سبحانه وتعالى الذي يعفو عن كثير. أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسين قال حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه. وفي رواية: كره الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقائه، بدل النفي في الجزء الآخر من الجملة. يعني أحب لقاء الله؟ إن كان لقاء الله المقصود به الموت فلا أحد يحب الموت، لأن الإنسان بطبعه يكره المجهول، هو بالنسبة لي يجهل، بالنسبة له لكل الإنسان يجهل الحياة البرزخية وما بعد هذه الحياة، هو وجد نفسه في هذه الحياة فألفها وعرفها. أما الأمر المجهول زي واحد يقول لك احنا هننقلك حتة مجهولة العنوان وما فيش حد راحها ورجع قال لك فيها ايه، تقول له لا انا كده اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، مش كده برضو البني ادم يقول كده؟ اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. فما حدش من الناس يتمنى الموت، فيبقى اكيد الموضوع خلاف ذلك، لان الصحابة حتى لما سمعوا هذا قالوا: ومن منا يحب الموت يا رسول الله؟ يعني كأن كلنا في المسألة سواء. قال: ليس ذاك، ولكن عندما تبلغ الروح الحلقوم عند لحظة الغرغرة يكشف الله عن بصر الإنسان فيصير بصره حاد حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني من الحدة، فيرى مقعده من رضوان الله أو من سخط الله. فإذا كان من أهل الرضا وجد مقعده من رضوان الله فأحب لقاء الله في هذه اللحظة، فتخرج الروح بسهولة. يبقى والنشطات نفس، يبقى ده المعنى. ولكن لما يكون من أهل الخذلان يجد موضعه من غضب الله عز وجل، فتفر روحه في كل أجزاء جسمه حتى أنهم ينزعونها كما ينزعون
الدبوس من الصوف زي ما يقولوا، او الشوك من الصوف، فتبقى حكايه والنازعات نزعه، فيبقى يفر من لقاء الله عز وجل. فالمساله كلها هي لحظه انكشاف غفله الانسان بدنياه، حيث انه يستيقظ الى مراد الله منه في لحظه خروج الروح. فاذا استيقظ واحب لقاء الله في هذه اللحظه احب الله لقاءه، يبقى ولي، وما عند الله خير للابرار. ولكن لو غير ذلك يكره لقاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئننا في كل حال وفي كل لحظة. أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار البصري قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الحسن بن يحيى عن صدقة الدمشقي عن هشام الكستاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه تعالى سبحانه وتعالى قال، يبقى حديث قدسي. طالما قال كده يبقى اسمه حديث قدسي. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، الاثنين كلام الله والاثنين على لسان النبي، فإنما يسرناه بلسانه، مش قال القرآن كده برضه فإنما يسرناه بلسانه، ولكن القرآن ثبت تواترا ويتعبد بتلاوته ويصلي به. أما الحديث القدسي فلم يثبت تواترا أحد، فليس قرآنا، يعني منكره ده لا نقول فيه إلا أنه مبتدع مثلا إن أنكره، لكن لا نقول أنه كفر لأنه لا ينكر المتواتر. فالحديث القدسي ليس قرآنا، لا يتعبد بتلاوته في الصلاة، بل لا يجوز تلاوته في الصلاة أصلا إلا إن كان على سبيل الدعاء، وأنه ثبت أحد ولم يثبت تواترا. أما القرآن فهو يتعبد بتلاوته وثبت تواترا، يعني قطع الدلالة، وأنه تقرأه في الصلاة. فيقول في الحديث القدسي: من أهان لي وليا فقد دارزني بالمحاربة، وما ترددت في شيء كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه، يعني من الموت. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. هذه رواية، وقد روي بروايات أخرى الحديث بنصوص مختلفة في البخاري وغيرها من كتب السنة. من أهان لي وليا، يقصد هنا الولاية الخاصة، يقصد هنا الولاية الخاصة، وإن كان أيضا عموم اللفظ يقتضي الولاية العامة لكل مؤمن ومسلم. يبقى إذا كنت تريد أن تحافظ على نفسك من مبارزة الله بالعداء، فكل مؤمن موحد عليك ألا تهينه، تكرمه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الكعبة قال: حرمتك عند الله عظيمة وحرمة المسلم، المسلم حتى العاصي، حتى العاصي عند الله أشد. يبقى الإنسان لما نظرته تتزح في فهم هذا الحديث لا يهين مسلم أبدا، لأن عنده صار كل المسلمون، كل المسلمين صاروا أولياء، لأنه الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، فصار كل مؤمن ولي بالمعنى الولاية العامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: من الخصال الموجبة للجنة إدخال السرور على قلب المسلم. قد إيه المسلم عند الله غالي، قد إيه غالي لدرجة إنك مجرد إنك تدخل السرور على قلبه ربنا يدخلك إياه الجنة، فما بالك بقى إذا كان من أهل الخصوص من المؤمنين. الولاية الخاصة بقى اللي هي موالاة المحبة وموالاة النصرة، يوم الإنسان يعاديهم يبقى أشد غفلة وأشد محاربة لله، فيحاربه الله حرب أشد. فإن كان ولي من الذين بطنت ولايتهم لم تظهر، حاربه الله بالباطن فصرفه عن الطاعات، وجعله لا يذوق حلاوة العبادة، وجعله همته ضعيفة في المسارعة إلى الخير، لأنه حارب الأولياء الذين بطنت ولايتهم. وإذا كان ولي ظاهر الولاية، إذا حاربه الله يجعله عبرة لمن يعتبر في الظاهر في الحال، تجده تشل يده، تعمى عينه، يصاب بأمر جلل أمام الناس حتى يصير عبرة لمن يعتبر.
فهناك من الاولياء من بطنت ولايتهم لا يعلمهم الناس ومختلطوا في وسط الناس، وهناك من الاولياء من اظهرهم الله، والذين اظهرهم الله اقل كثيرا من الذين اتقنهم الله في وسط عباده، لان الاولياء على حقائق الانبياء، فهناك ولي تجد حقائقه موسوية والاخر عيسوية والاخر هودية والاخر صالحية والاخر نوحية، واكملهم المحمدي الوارث المحمدي، فهناك من الاولياء على هذه الصورة. فاذا كان الله في الانبياء جعل المشهور المعلوم منهم 25 نبي، وابطن في الانبياء لا نعلمهم بقية الانبياء وهم اكثر كثير، حتى ان الرواية وان كانت ضعيفة الا انها يستأنس بها، ان عدد الانبياء 124 الف نبي، ربنا ابطنهم 124 الف لم يظهر منهم الا 25 بس الاولياء على هذا النهج. فتجد ان كان هناك الاف مؤلفة من الاولياء فلا يظهر الله في العصر الواحد الا 10-20 ولي بس يظهرهم كده، والباقي الاف مؤلفة موجودة في نفس العصر معاصرين ما حدش يعرفه الا ربهم. يبقى معنى ذلك عندما اخفى اولياءه في وسط امته، في وسط امة النبي، معناه تحترم كل الامة، معناه ان صارت كل الامة اولياء، يبقى تحافظ على نفسك منهم، لان يكون فيهم الداء وفيهم الدواء. تصير امة النبي فيها الداء والدواء، فيها الداء لمن عداها والدواء لمن ولاها، هي دي امة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلشان كده من اهان لي وليا فقد داردني للمحاربة، وما ترددت في شيء كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره متآتي. والتردد هنا من قبل الله من باب مشاكلة اللفظ، ولكنه لا يليق معناه عند العبد بمعناه عند الله، زي يمكرون ويمكر الله، فلا يليق أن تصف الله بالمكر تقول الله ماكر مثلا، لا، لكنها باب مشاكلة لفظية، مشاكلة لفظية. يعني الله سبحانه وتعالى من كثرة محبته لوليه لا يريد ان يغير حاله من حال الدنيا التي هو الفها وعرفها الى حال هو يجهله بانتقاله الى حياة اخرى برزخية، ولكن لابد منه لان هذا التغير تغير ترقي، فلابد منه ان يرقيه. فبالرغم من ان الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا الامر يسيئه في لحظة، الا انه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيجد العبد الولي حال انتقاله انه ينتقل الى الترقي، وما عند الله خير للابرار، ولا بد له منه، اي من ترقيه الى من الحياه الفانيه الى الحياه الباقيه. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من اداء ما افترضت عليه، يعني احب شيء الله تقربا اليه انك انت تراعي الفرائض التي فرضها الله عليك. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اتق المحارم تكن ايه، اعبد الناس. لو انت عايز تبقى اعبد الناس لا تخالف اوامر ربك، قال لك افعل حاضر لا تفعل حاضر. فاذا كنت على هذا الامر سمعنا واطعنا على كل الاحوال في المحارم فيما امر وفيما نهى، تكون اعبد الناس. وليس اعبد الناس هو الذي يصلي ليل نهار فاذا جاء وقت الظهر لا يصلي الظهر، في حين انه لو صلى 4 ركعات ونام يكون اقرب الى الله من الذي صلى 1000 ركعة ولم يصلي 4 ركعات في الظهر. فالمسألة الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلمك انه لم يرد منك ان ترهق نفسك الارهاق الزائد، ولكن وفرض عليك فرائض وشرع عليك شرائع ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاذا وظفت عليها تكن اعبد الناس. ولكن اذا اجتهدت مع هذه الفرائض واعطاك وقت كافي ان تزيد عليها، ونبيك صلى الله عليه وسلم شرع لك من السنن والنوافل الكثير، من كل عبادة شرع لك نوافل تليق بها ومن جنسها، فالزكاة الفريضة من جنسها الصدقة وهي نافلة، والصيام الفريضة رمضان من جنس صيام الاثنين والخميس والنوافل المطلقة، وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من جنسها ذكر الله مطلقا، والصلاة على النبي مطلقا، فهي نافلة الشهادة التي هي مفروضة. وكذلك الصلوات 5 فرائض في اليوم والليلة، وكل فرد له من النوافل المتعلق بالفرائض والرواتب، وهناك من النوافل غير متعلق بالفرائض والنوافل والرواتب، بل متعلق ببعض الاوقات كصلاة الضحى وتراويح رمضان وقيام الليل وغير ذلك. فشرع لك من كل عبادة من جنسها نوافل حتى تكتسب محبة الله.
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى المحبة معاملة بالفضل، والفرائض معاملة بالإحسان، فأنت بين الإحسان والفضل. ولكن لو عاملك بالعدل ما أعطاك شيء، لأنه هو الذي ذكر نفسه على لسانك، هو الذي أعانك وقواك، فلا حول ولا قوة إلا به، فكأنه هو الذي عبد نفسه على جوارحك. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده أنت لم تفعل شيء في الحقيقة، بل إذا أجرى العبادة على جوارحك أنت احتجت إلى أن تشكره على أن أجرها على جوارحك، فأنت مقصر على كل حال حتى وأنت في وسط العبادة مقصر، لأنك لا تدرك مدى إكرام الله أنه اختارك من سائر الأكوان وجعلك له ذاكرا وجعلك له عابدا وقوك على ذلك وهداك لذلك وثبتك على ذلك. دي لوحدها نعمة، يعني تجل معها، يعني تصير أفضل النعم مطلقا، لدرجة أنك لو حاولت أن تشكرها كل شكر يحتاج لشكر، لا أحصي ثناء عليك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. الحديث ده مشكل متشابه، ليس المسألة مسألة حلول، وأن الله يحل في الأكوان ويحل في عبده الولي فيصير الولي هو هو، ولكن المسألة هي كذلك. كنت له سمعا أي يسمع بتوفيقي، فلا يسمع إلا ما يوصله إلى ذكري وإلى معرفتي، ولا يبصر إلا بصر عبرة فيصير بصره فيه التوفيق، ولا يبطش إلا بمراد الله، فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطش بشيء يجعل يد الولي هي التي تبطش، وإذا أراد الله أن يعطي لخلقه شيء يجعل يد الولي هي التي تعطي. فالله سبحانه وتعالى يجعله يقسم الأرزاق على العباد، ويجعله قاهر فوق من أراد أن يقهره من العباد، لأن الله سبحانه وتعالى صار مواليا له، فصارت حركته مطابقة لمراد الله عز وجل بغير اتصال ولا انفصال. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريف قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله عز وجل العبد قال لجبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يضع له القبول في الأرض. ولذا تجد الأولياء لا يصطدمون مع واقع حياتهم، لأنهم أولياء لله والواقع هو قدر الله، فتجدهم لا يصطدمون مع واقع الحياة، تجدهم راضون بما قسمه الله لهم وللعباد في كل لحظة. وإن كان هو أيضا قائم بشرع الله فهو ينكر بلسانه قياما بحق الشريعة ويرضى بقلبه قياما بحق الحقيقة، وهي الرضا بقضاء الله حلوه ومره وخيره وشره، فالخير والشر منسوب إلى تعلقه بالعبد لا لتعلقه بالله، فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر أبدا. إن الله تعالى قد أحب فلانا فأحبوه فيحبوه أهل السماء ثم يضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك، قال مالك لا أحسبه إلا، قال مالك اللي هو الراوي يعني إمام مالك عن سهيل بن أبي صالح قال مالك لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك، يعني قال يا جبريل إني أبغض فلانا، فينادي في أهل السماء إن الله أبغض فلانا فيوضع له إيه البغض في السماء، ثم بعد ذلك يوضع له البغض في الأرض، نسأل الله السلام. والمحبة حالة شريفة شهد الحق سبحانه بها للعبد، مش قال يحبهم يحبهم، يبقى شهد الله سبحانه الحق بها للعبد وأخبر عن محبته للعبد يحبهم ويحبونه، قال إن هم بيحبوه، وقال برضه إن الله يحبهم. فالحق سبحانه يوصف بأنه يحب العبد، والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه. والمحبة على لسان العلماء هي الإرادة،
وليس مراد القول بالمحبة المراد الإرادة، فإن الإرادة لا تتعلق بالقديم. اللهم إلا أن تحمل على إرادة التقرب إليه والتعظيم له. يعني إيه الكلام ده؟ المحبة عند العلماء اللي هم أهل الأدلة والبرهان لها معنى غير المحبة عند القوم اللي هم عند أهل التصوف. فالعلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شيء أراده، وإذا أراد شيء توجهت إرادته إلى قدرته خصصتها فكانت على مراده طبقا لعلمه القديم. واضح؟ فقالوا أن الإرادة هي صفة من صفات الذات تخصص القدرة التي هو على كل شيء فيها قدير. وعلشان كده قالوا أن الإرادة لا تتعلق بالقديم اللي هو واجب الوجود، ولا تتعلق بالمستحيل، لأنه الله سبحانه وتعالى المستحيل جعله هو الذي لا يقبل الوجود لذاته، يعني لا يقبل إلا الانتفاء، زي اجتماع الضدين أو غير ذلك من الأشياء، أو خلق شريك للباري، فهذه كلها مستحيلات. فالله سبحانه وتعالى إرادته لا تتعلق بالمستحيل ولا تتعلق بواجب الوجود وهي ذاته سبحانه وتعالى. وبالتالي قال لك إذا كان المعنى الحب هو بمعنى الإرادة، والإرادة تتعلق بالقديم لا تتعلق بالقديم ولا تتعلق بالمستحيل، وقبلك فاللهم إلا أن تحمل على إرادة التقرب إليه والتعظيم له. فيبقى الإرادة من قبل العبد غير الإرادة من قبل الله. الإرادة من قبل الله لها معنى ذاتي ولها معنى فعلي. لها معنى ذاتي وهي أن الله ذات مريدة موصوفة بالإرادة، وأن هذه الإرادة يظهر أثرها في الخارج في فعل الله في الأكوان. كويس؟ فمن نظر إلى أفعال الله فقد أحب الله لأفعاله، ومن نظر إلى صفات الله فالإرادة من صفاته فقد أحب الله لصفاته، ومن نظر إلى كل هذه الذات الموصوفة بالصفات المتعددة أحب الله لذاته حتى ولو لم يعلم إرادتي أينما توجه. ولذا يقول أن المحبة على لسان العلماء هي الإرادة وليس مراد القوم، القوم الصوفية يعني، بالمحبة الإرادة، فإن الإرادة لا تتعلق بالقديم، القديم بذاته وصفته لكونه سبحانه وتعالى أزلي. أما من جهة العبد فدي لها معنى متعلق بالفعل، والفعل متجدد. اللهم إلا أن تحمل على إرادة التقرب إليه والتعظيم له، وده الفعل المتجدد اللي هو من جهة العبد. ونحن نذكر من تحقيق هذه المسألة طرفا إن شاء الله تعالى، فمحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام مخصوص عليه. يبقى هنا جعل الإرادة صفة فعل. كويس؟ هي أصلا صفة فعل وصفة ذات برضه، هي الإرادة أصلا حاجة واحدة، ولكنها إذا تعلقت بالأفعال صارت صفة فعل، وإذا تعلقت بالصفات صارت صفة صفة، وإذا تعلقت بالذات فصارت صفة ذات، لأن الإرادة تخصيص للقدرة والقدرة صفة، فإذا تعلقت بالقدرة صارت إيه؟ صفة للصفة لأنها تخصيص القدرة، وإذا تعلقت بالذات فهي ذات مريدة سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فعلشان كده بيقول فمحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام مخصوص عليه. لأن بيقول لك أصل المحبة دي لو كانت محبة الله للعبد، والمحبة دي تكون إرادة، والإرادة صفة قديمة والعبد حادث، فازاي بقى تبقى هي بمعنى الصفة القديمة والعبد حادث؟ فهمت بقى المسألة؟ فهيبقى هنا في تناقض، لأن العبد مخلوق وكان الله ولم يكن شيئا معه، فهل وجدت إرادة الله بالمحبة بعد الخلق فطرأ عليه تغير، والله لا يطرأ عليه تغير؟ ادي التناقض اللي نشأ في ذهن علماء الكلام في هذه المسألة. وعلى شكل احنا قلنا ان العلماء حللنا الاشكال ده، سيدنا ابو الحسن الاشعري والاشعرية عموما والماتريدية حلوا الاشكال ده وقالوا ان هناك تعلقات، اذا كانت هذه الصفة متعلقة بالله فهي قديمة، واذا كانت متعلقة بالعبد فلها جهتان، قبل ظهور العبد فهو تعلق صلوحي قديم، وبعد ظهور العبد فهي تعلق تنجيزي حادث. سهلة؟ حلوها لنا كده. يعني أن الله سبحانه وتعالى صالحا لأن يكون خالقا رازقا قاهرا قبل أن يكون هناك مخلوق، وقبل أن يكون هناك مرزوق، قبل أن يكون هناك مقصود، صالح لذلك.
فتعلقه بالمقهور الغير موجود المعدوم الآن تعلق صلوحي، أي صالح لأن يظهر قهره وقت ما يريد، ولم يطرا عليه القهر بعد خلق من يقهر. أو نقول أن الصفة قديمة ويبقى أثرها قديم بقدمه، فنقول بقدم الأكوان كما قالت بعد طوائف اليهود، وصار على نهيها بعض ضلال علماء المسلمين الذين تأثروا بكلام المتكلمين. لا نقول ذلك، وبالتالي نقول أن هناك تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث، عندما خلق فصارت منجزة أي حادثة ظاهرة. كما ضربت لك المثال، أنت وأنت ساكت الآن أمامي، أنت موصوف أنك متكلم، يعني تستطيع أن تتكلم وقت ما تريد، لكن وأنت صامت أنت أيضا متكلم، لكن تتكلم كلام نفسي. فإذا أردت أن تظهر هذا الكلام النفسي وهي صفة قديمة فيك، بدأت تعبر عنه بحركة اللسان واللفظ والعبارة، فصارت هناك مقاطع يخرج العبارة. فالكلام فيك قبل أن يظهر في الخارج يسموه صلوحي قديم، وأول ما يظهر في الخارج نسمعه يسموه تنبيهي حادث. فأنا بدي لك المثال فيك، لأن من عرف نفسه عرف ربه. فمحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام مخصوص عليه، كما أن رحمته له إرادة الإنعام مطلقا، فالرحمة أخص من الإرادة والمحبة أخص من الرحمة. إرادة الله قد تتعلق بالإنعام وقد تتعلق بغير الإنعام، مش كده برضو؟ والرحمة تتعلق بالإنعام مطلقا، والمحبة تتعلق بإنعام مخصوص. فهمت بقى؟ المحبة كده إنعام مخصوص، إنعام فيه زائد إنعام زائد فضل، لأن ده وليه، فلازم ينعم عليه إنعام مخصوص عن يعني يكون أشد وأقوى وأحلى وأجمل وأعمق من إنعامه العام على سائر أوليائه الآخرين. وعشان كده قال أن الإرادة أعم من الرحمة والرحمة أعم من المحبة، فالمحبة خصوص للرحمة والرحمة خصوص للإيه؟ للإرادة. فهمت بقى المسألة؟ نقراها كده. فمحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام مخصوص عليه، كما أن رحمته له إرادة الإنعام مطلقا، فالرحمة أخص من الإرادة والمحبة أخص من الرحمة. فإرادة الله تعالى لأن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام تسمى رحمة، وإرادته لأن يخص بالقربة والأحوال العالية تسمى محبة. يبقى الرحمة هي إرادته أنه يفيه الثواب مطلقا، النفع مطلقا، لكن عشان يخص بالقربة الزائدة يبقى اسمها المحبة. وإرادة الله سبحانه وتعالى صفة واحدة، فبحسب تفاوت متعلقاتها اللي هي المتعلقات بالكائنات يعني تختلف أسماؤها. فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضبا، مش كده برضو؟ هي الإرادة واحدة. ها؟ اكتبوا عنه، اكتبوا وراء لأن هي تكملة النص. وإرادته سبحانه صفة واحدة، وإرادته سبحانه صفة واحدة، فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها، فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها. فإذا تعلقت بالعقوبة لأهل الخذلان تسمى غضبا، يقول ربنا غضبان على الكافرين، يعني أراد أن يظهر العقوبة فيه. وربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، يعني أراد أن يظهر ثوابه فيه. فالإرادة واحدة لكن تختلف صورتها الخارجية على حسب تعلق، تعلقت بالكافر صارت غضب، تعلقت بالمؤمن صارت ثوابا ونعم. وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. وإذا تعلقت ده كتجملة الكلام، وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى رحمة، وإذا تعلقت بخصوصها تسمى محبة. سهلة كده؟ وقوم قالوا محبة الله سبحانه للعبد مدحه له وثناؤه عليه بالجميل،
فيعود معنى محبتي له على هذا القول الى كلامه وكلامه قديم. مدح الله للعبد، مدح الله للعبد يعني محبة الله. بعضهم قالوا وقوم قالوا، واحنا قلنا ان المحبة لها صور. اذا قلنا ان الارادة لها اثر في الخارج فهي ارادة لها اثر في الفعل، واذا قلنا انها صفة تخصيص للقدرة فهي لها اثر في الصفات، وان قلنا انها هي صفة ذات فهي لها اثر بالذات. واضح؟ فاذا نظرت للخارج للافعال يبقى ارادة الرحمة المخصوصة. كويس، ده في الخارج. او اذا اردت توجه الارادة الى القدرة لاظهار الثواب فهي كلام، والكلام صفة قديمة فكأنها صفة ذات. يبقى المحبة قد تكون صفة ذات ولكن لها تعلق تنجيزي حارس وتعلق سلوكي قديم، تبقى صفة ذات. وقد تكون صفة تخصيص للقدرة فتبقى صفة صفة، وقد تكون هي ظهور هذا الأثر في الخارج فتكون فعل وهو إيصال الثواب. مدحه سبحانه وتعالى للعبد، قالوا محبة الله سبحانه للعبد مدحه، أي مدح الله له للعبد. ما قال لك يحبهم ويحبونه، هو بيتكلم على الله، وثناؤه عليه بالجميل، واخد بالك؟ فيعود معنى محبتي له على هذا القول إلى كلامه وكلامه قديم. يبقى الضمير هنا كله قاعد على مين؟ على العبد، لأن العبد كلامه مش قديم. صح؟ يبقى نخلي كل الكلام ماشي على الله كده عشان تستقيم العبادة. وقال قوم محبته للعبد من صفات فعله، يبقى هنا خلوها صفات ذات لأنها تعلقت بالكلام، وهو توجه كلامه، لأن أصلا الإرادة صفة تخصيص للقدرة على وفق العلم القديم. مش احنا بنقولها كده في علم التوحيد؟ طيب، يبقى هي كلها ليها تعلق بالذات وتعلق بالفعل وتعلق ايه؟ تعلق بالذات في صورة الكلام، وتعلق بالصفات في صورة تخصيص القدرة، وتعلق بالفعل في صورة ظهور النعمة. سهلة؟ وقال قوم محبته للعبد من صفات فعله، فهو إحسان مخصوص يلقي الله العبد، يلقى الله العبد به، وحالة مخصوصة، وحالة مخصوصة يرقيه إليها، كما قال بعضهم إن رحمته بالعبد نعمة، نعمة نعمة إيه؟ إن رحمته بالعبد نعمته معه، عندك نعمته؟ نعمة معه تمشي يعني، بس العبارة فيها يعني نوع من الغموض لكنها واضحة. هي يبدو ان هي يعني ممكن تصاغ بطريقة، لكن على اي حال المعنى واضح. وقوم من السلف قالوا محبته من الصفات الخبرية، فأطلقوا اللفظ وتوقفوا عن التفسير. يعني الصفات الخبرية يعني ربنا بيخبر ان هو يحب عبده الذي يتقرب اليه بالنوافل بعد اداء الفرائض، فدي صفة خبرية يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. والصفات الخبرية تكون نفوضها لله على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، فده امر خبري يعني، زي الرحمن على العرش استوى، صفة خبرية ما نعرفش معناها ايه فنتركها لله. يجي لك بعد كده طائفة تيجي تقول لك استوى يعني جلس وقعد واستقر والكلام الفارغ ده، يقوم يجوا السلف يضطروا بقى يقولوها لهم لما يلاقوا دول مخهم كده مظلم كده، يقوم يضطر يلجا للتاويل. فترى يعني اضطر يلجا للتاويل علشان العالم المظلمه دي اللي هم ارادوا ان هم يجعلوها صفه محسوسه. فهمت؟ ده والله خارج عن الحس. فاقول له لا، ده الاستواء بمعنى التدبير، ده الاستواء بمعنى الاستيلاء، الاستواء بمعنى الاحاطه بالقدره، مش بمعنى الجلوس يعني. لكن هو في نفس الوقت في قلبه مفوضها لله في قلبه، لكن دي جدال بس. فعشان كده قالوا ان مذهب السلف مذهب ايمان ومذهب الخلف مذهب جدال. لما تجادل الخص تكلمه بطريقه الخلف، ولما تيجي تتعامل مع ربك تسلم الامر لله بقى، تقول والله اعلم. فهمت ازاي؟ ادي المساله. ها؟ من زي كده.
قالوا محبته من الصفات الخبرية فأطلقوا اللفظ وتوقفوا عن التفسير. كأن الله بيخبر عن ذاته، والإخبار عن الذات ونحن لا نحيط به علما صعب انك انت تكيف. مش قالك لا يحيطون به علما، فازاي تكيف اخبار هذه الذات التي لا تحيط بها علما؟ ازاي تكيفها؟ طيب يحكم تمرها، تمرها بلا تكييف، ادي المعنى، وبلا تفسير. فاما ما عدا هذه الجملة مما هو المعقول من صفات محبة الخلق كالميل الى الشيء والاستئناس بالشيء، وكحالة يجدها المحب مع محبوبه من المخلوقين، فالقديم سبحانه يتعالى عن ذلك. يبقى يتعالى الله عن ان تكون المسألة ميل قلبي او شيء من هذا، او توافق طبعي او شيء من كده، لا يليق اننا ننسبها الى الله بهذه الصورة. كل ده الكلام ده فيما تعلق بالمحبة من قبل الله. نيجي بعد كده محبة العبد. واما محبة العبد لله فحالة يجدها من قلبه تلطف عن العبارة، يعني هي ألطف من العبارة، يعني حاول يعبر عنها بلساني ما يعرفش. وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم له وإيثار رضاه وقلة الصبر عنه والاحتياج إليه، يبقى دائم الشوق إلى الله وعدم القرار من دونه، ما يستطيعش أن يبقى عايش مش متوكل على الله، ما يعرفش، يبقى مش قادر، هيبقى كده كأنه يعني ملوش ده. اننا ننسبها الى الله بهذه. كل ده الكلام ده فيما تعلق بالمحبة من قبل الله. نيجي بعد كده محبة العبد. واما محبة العبد لله فحالة يجبها من قلبه تلطف عن العبارة، يعني هي ألطف من العبارة، يعني حاول يعبر عنها بلساني ما يعرفش. وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم له وإيثار رضاه وقلة الصبر عنه والاحتياج إليه، يبقى دائم الشوق إلى الله وعدم القرار من دونه، ما يستطيعش أن يبقى عايش مش متوكل على الله، ما يعرفش، يبقى مش قادر، هيبقى كده كأنه يعني ملوش ده. وانت تقدر تعيش ما يبقاش لك بقى، تقدر تعيش وانت مالكش صلب يقيمك؟ ما تقدرش. وعشان كده يجد لنفسه لا استقرار له ولا قرار الا مع ربه، وعدم القرار من دونه، ووجود الاستئناس بدوام ذكره له بقلبه، ويجد قلبه باستمرار ذاكر لربه حتى ولو لسانه مشغول بحاجه تانية، حتى لو جوارحه مشغوله بحاجه تانية، تجد قلبه كله متعلق بربه، اللي هو عبر عنها الشاعر قال لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا نازل، هو معناها كده. لكن الناس افتكروها ان هي كلام في محبة ولاد الجيران والكلام الفارغ، لا، ده بيتكلم ربه الشاعر، ده راجل عنده 80 سنة، راجل مش راجل مراهق، يعني مش كلام مراهقين، ده كلام ناس استشعرت ذكر الله في قلوبهم ليل نهار، حتى ان وجد نفسه بيذكر ربه حتى وهو شكله ناسي في الدنيا منهمك فيها بجوارحه. ادي معنى ان هي حالة تتعلق بالقلب لا يغفل لحظة ولا في اي لحظة حتى في النوم، التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينام عيني ولا ينام قلبي، عبر عنها بذلك صلى الله عليه وآله. وليست محبة العبد له سبحانه متضمنة ميلا ولا اختطاطا، يعني مش متضمنة ان العبد ميال لله، لان الله ليس جسما يميل له، وليس طعما فيميل لطعمه الحلو، وليس صورة فيميل لصورته الجميلة، لانه لا يستطيع ان يدرك ولا يحيط به. فهمت ازاي؟ فالمسألة مش المسألة كده، فالمسألة دوام ركون إليه، دوام توكل عليه، دوام رضا بما أقامه فيه، دوام رؤية فعله في الأكوان ورضا بما أقام العباد فيه، دوام ذكره في قلبه، دوام توكله وثقته به. يبقى دي صورة غير حكاية الميل بقى. نعم. ليست متضمنة، وليست محبة العبد له سبحانه متضمنة ميلا ولا اختطاطا. الاختطاط يعني الإحاطة، يعني لأن الخط يحيط بالشيء بالمعنى، يعني ليست إحاطة بالله عز وجل فأحاط به علما، فلما أحاط به علما أحبه فمال إليه، لا، المسألة مش كده، لا يحيطون به علما. كيف وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والدرك والإحاطة؟ إزاي تفكر كده وحقيقة الصمدية، حقيقة الذات القائمة بنفسها المستغنية عن سائر الخلق غير مدركة من جميع الجهات، حتى انك اذا نظرت الى الله في الجنة لا تدرك الابصار، كما بتنظر اليه في الجنة وتجلى لك بغير ادراك ايضا، فما بالك وحال النظر الحسي لا تدركه،
فما بالك في حال التطور الذهني من باب اولى. فهمت هذه المعنى اللي هو عايز يقوله لك؟ والمحب يوصف، والمحب بوصف الاستهلاك في المحبوب اولى منه بان يوصف بالاختصار. يعني بيقول المحب بوصف الاستهلاك يعني الاستغراق، صار مستغرقا في محبوبه لدرجة انه ما حس ان محبوبه هو بس اللي موجود، هو ملوش وجود مع محبوبه، لدرجة بعضهم يصل لدرجة الفناء. فلما تسأله في حال الفناء يقوم يقول ايه؟ يقول سبحاني، لانه بيتكلم على لسان ربه، هو ملوش لسان، لو صار الله يسبح نفسه على لسانه. يوم اول ما يبين ويبيح بهذا السر يوم على طول الناس تسيء فهم، يوم يقتلوه، لان اباحة السر تقتضي ايه؟ تقتضي القتل على طول، لدرجة سيدنا الجليد نفسه شاهد على الحلاج، شاهد على الحلاج، لانه اباحة بالسر، ما ينفعش، اباحة بسر الفناء الذاتي في الذات، فصارت لا ذات له، الحجاج اصبح ملوش ذات خالص، ده استهلك تماما، لا صار لا يرى في الاكوان شيء ولا نفسه. فصار لما يجي يقولوا له اي حاجه يقول لهم الله، انت مين الله؟ اجعان الله، مين اللي خلق الاكوان؟ الله. طب وانت مش عارف؟ الله، كله الله. طب ما بيقولش الا الله، لدرجه ان لما قابله مجنون ليلى وهو كان يحب امراه قالوا له انت مين؟ انت قيس؟ قال لهم انا ليلى، واصبح يتكلم على لسان ليلى على انه هو زاد فيها. فاذا كان ده مخلوق في مخلوق فما بالك مخلوق في خالق. ادي معنى ان المحبه قد تصل مع بعض الاولياء الى درجه الاستهلاك التام، فيصير ايه يعني يتكلم على لسان الحضره. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على لسان الحضره في الحديث القدسي، خد بالك، يعني حال النبي وهو بيتكلم على الحديث القدسي ايه؟ حال استهلاك تام. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، ايه حال النبي وهو بيقول يا عبادي؟ يعني الاستهلاك التام في محبوبي، فصار يتكلم على لسان الحضره. فاحيانا بعض الوراث يرثوا هذا الحال، فهمت ازاي؟ بس فيجي يعبر عنه الناس تسيء فهمه. فهمت بقى المساله؟ ادي كل الحكايه، زي ما سيدنا ابو اليزيد البسطامي مره قال سبحاني ما اعظم شاني، قالوا له يا مجنون بتقول على نفسك كده؟ وما بيقولش على نفسه خالص، هو ملوش نفس، ده هو بيتكلم على ربه. فهمت بقى المساله؟ ادي حسن الظن بالعباد، ادي معنى حسن الظن بالعباد. لما تلاقي واحد يقول كده بيتكلم على لسان الحضره، خلاص على لسان حضره ربه سبحانه وتعالى. هل المستشفى ممكن دي؟ ممكن، لكن مش على اللزوم، لان في مشايخ مربين كتير كان من تلامذتهم مجازين. يعني مش شرط، لان كل انسان على حسب طاقته، لان هو كل انسان ده اناء، إناء للمعاني والحقائق. فإذا امتلأت مع معاني وحقائق تناسب قوة هذا الإناء عبر عنها بصورة موزونة. فإذا كانت المعاني أقوى من الإناء انكسر الإناء. انكسر الإناء خلاص، وتصب المعاني تقع في كل حتة. تقوم تلخبط اللي حواليك. يقوم قايله عليه مكذوب. يقوم يعك الدنيا. فهمت هذه المسألة؟ عك الدنيا ليه؟ لأنه صار الناس شايفة إناء، لكن الكلام اللي طالع منه مش كلام اناء، ده كلام رب العالمين. فهمت؟ يقوم يتلخبطوا، يقول له هو بيتكلم على نفسه ولا بيتكلم على ربنا ولا بيتكلم، يتلخبط، يقول لك لا ده راجل اتجذب، ده مجنون، ده ما تاخدش على كلامه. ادي المعنى. فهمت بقى المساله؟ فنسال الله ان يثبتنا ويعلمنا. لكن على اي حال حسن الظن بالمسلمين والاولياء امر مطلوب، وتاويل عباراتهم امر مطلوب على المعنى الذي يليق بالله عز وجل وبايمان المؤمن وبعدم إساءة الظن في أولياء الله، دي أمر مهم. أنت لما بتلاقي واحد في غيبوبة في العناية المركزة في المستشفى، تيجي تضربه على خده كده عشان يفوق، تقول له فوق يا راجل اسمك إيه؟ يقول الله الله الله. اسمك إيه؟ تقوم أنت بتطلع تقول للراجل بقول له اسمك إيه؟ بيقول لي الله، ده الراجل اتجنن. يقولوا عليك أنت إيه بقى؟ يقولوا عليك أنت اللي اتجنن، صح ولا لأ؟ لأنه راجل في غيبوبة. الراجل مش دريان ولا سامعك. ده الراجل بينادي ربه بقى في حاجه ثانيه. هناك بقى في غيبوبه ثاني في المحبه، يبقى ماشي متحرك وبياكل ويشرب وهو في الغيبوبه دي، تيجي ازاي يقول الله؟ بيتكلم على لسان الحضره، لكن هو في غيبوبه معنويه. فهمت ازاي؟ وربنا ادالك الغيبوبه الحسيه عشان تعرف ان في غيبوبه في المعنى. تقوم تحترم الناس كلها وتسلم تسلم.
انت مش فاهم كلامه بعد عنه خلاص يا اخي، انت ايه اللي قاعد جنبه؟ ما قال لك المكذوب ما تاخدش منه كلام، هم كل الاولياء المربين قال لك كده، قال لك المكذوب ده ما تاخدش منه كلام ولا تتربى على دي ولا تستفيد بكلامه، اقصى ما هنالك قول له ادعي لي وخلاص وسيبه ويمشي، لكن لا تسيء به الظن. ادي المساله. والمحب يوصف بوصف الاستهلاك في المحبوب اولى منه بان يوصف بالاختصار بانه احاط به. ده احنا نقول انه فنى في الله محبة ولا نقول انه احاط بالله علم. خد بالك بقى، نقول انه فنى فيه محبة ولا نقول انه احاط به علم. فهمت بقى المسألة؟ ولا توصف المحبة بوصف ولا تحد بحد اوضح ولا اقرب الى الفهم من المحبة والاستقصاء في المقال عند حصول الاشكال. يعني لخلاصة الكلام ان كل ما يحاول يبين لك المحبة بعبارة كلما ازدادت ابهاما، كل ما يحاول يقول لك معناها ايه يزودها ابهام، لانها امر وجداني. بل ان الانسان في ترقيق المحبة كل لحظة بيستشعر المحبة بمعنى جديد وبطعم جديد، فهو لو عبر عنها الان وحتى وفق في التعبير فهو بعد لحظة ما يبقاش كده بس، ما يعرفش يعبر، لان هي فوق كل عبارة. فكلما حاول زادت استبهاما وزادت استعجاما. وعلى شكل الاحسن انك انت تسلك طريق القوم تستشعر المحبة واخلص، بدل ما نقعد احنا قدام ترابيزة كده ولا سفرة فيها اكل كتير واقعد انا بقى اعرفكم كده وانتوا كلكم جعانين واحنا كلنا جعانين عايزين ناس، نقعد ولا واحد يمد ايده، انا هوصف لكم طعم كل اكل، الاكلة دي طعمها حلو زي السكر، ودي حلو زي التفاح، ودي حلو زي المانجا بس فيها مزوزة شوية، ودي حلوة زي الليمون بس فيها ملوحة شوية، ودي كلتوا شبعتوا طب قوموا بقى. يرضيك يرضيك الكلام ده؟ ما ينفعش. لكن الاحسن مد ايدك خلاص مش عايزين نتكلم بقى، كله داء وكله عرف وكله انطلق. ادي المسألة. فمد ايدك بقى في معاني النبي، في حقائق النبي صلى الله عليه وسلم، في حقائق ذكر الله، في العبادة على الوجه الأكمل مع حسن الظن بالمسلمين، مع كمال الشفقة بالخلق أجمعين، وانت تبص تلاقي نفسك المحبة هتستطعمها في جوارحك وتسير في دمك، بحيث ان العبارة تضعف عن التعبير عما تشعر به. هي دي المسألة. فإذا زاد الاستعجام والاستبهام سقطت الحاجة إلى الاستغراق في شرح الكلام. يعني كل وإخلاص. فهمت ازاي؟ كل يعني ايه؟ يعني اسلك طريق القوم ده. ادي المسألة. جرب كده انك تعفو عن من ظلمك، جرب كده انك انت تمسك نفسك عند الغضب وما تزهرش الانتقام وتعفو عن الناس، جرب كده انك ترضى بقضاء الله، جرب كده انك انت تتوكل على الله، جرب وانت هتستشعر معاني في قلبك صديق العبارة عن التعبير عنه. ادي المسألة. لكن انت قاعد ارقام من نفسك وارقام من الناس ومش راضي بقدر الله وما بتعملش بشرع الله، وقاعد طول النهار تقول جاتنا نيلة حظنا الهداية، وبعدين تقعد مع واحد يشرح لك في المحبة تقول الجدع ده قاعد بيهود يقول ايه يا عم؟ هو الراجل ده مش دريان بينا ولا ايه؟ لأن أنت بقيت في موجة غير الموجة. فهمت بقى المسألة؟ وعبارات الناس عن المحبة كثيرة وتكلموا في أصلها في اللغة، فبعضهم قال الحب من حيث اللغة بقى، هكلمك الأول من حيث اللغة بعد كده. الحب اسم لصفاء المودة، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حب حبب الأسنان، يعني الحاجة اللي البيضاء قوي يطلقوا عليها معنى الحب أي الصفاء يعني. وقيل الحباب ما يعلو الماء عند المطر الشديد، فعلى هذا المحبة غليان القلب وثورانه عند العطش والاحتياج إلى لقاء المحبوب. يقوم لما القلب يهيج ويعطش ويزداد شوقا الى لقاء المحبوب، يوم تبتدي تفور في معاني الفوران اللي بيظهر في الخارج ده، وده المحبة. لكن اصلها هي الغليان بقى اللي جوه. نار يا حبيبي نار، مش قال عليها كده؟ غليان، غليان الاشتياق، شدة الاشتياق. ادي المعنى. ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق المحبة للاشياء المختلفة الدنية والعالية، ما هو خلقها دي عشان كل واحد يعبر عن المحبة بالطريقة تقوم انت تستلقط من كل واحد حاجة. يعني احنا بنعرف ساعات بعض معاني المحبة من اشعار قيس وليث، في حين ان دي بيتكلموا في مجال اخر، لكن هي المحبة شعور، هو بيعبر عن شعور.
انت ممكن توجه هذا الشعور لرب، توجهه لامرأة، توجهه لمنصب، توجهه لمال، توجهه لأي إنسان، توجهه لدابة، توجهه حتى لبلدة تحبها أو مكان تعيش فيه وهكذا. فهي المحبة دي شعور أنت بتوجهه حيثما وفقك الله له. وعشان كده كانوا زمان بيدرسوا أشعار الغزل والمحبة لطلاب الدين علشان يوجهها هو بمعنى آخر، لأنه بيتكلم في الوجدانيات، هو بيتكلم في الوجدانيات، فأنت ممكن توجهها إلى المعنى الآخر. وقيل إنه مشتق من حباب الماء وهو معظم، فسمي بذلك لأن المحبة غاية معظم ما في القلب من المهمات. وقيل اشتقاقه من اللزوم والثبات، يقال أحب البعير وهو أن يبرق فلا يقوم، فكأن المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه. وقيل الحب مأخوذ من الحب وهو القرب، قال الشاعر هو الحلق، يعني بيطلقوا الحلق، الحلق القرب ده اللي هم بيعلقوه في الأذن بيطلقوا عليه اسم الحب برضه في اللغة. كانت يعني الحية النضماد منه مكان الحب تستمع استرارا، يعني ايه من شدة شجاعته، يعني بيقول لك ان الحبة الحية اللي هي بتعرض دي من كتر شجاعته ادها فرصة انها تلعب موضع الكرت من اذنه لتستمع استرار دون ان يهتز من شدة رباطة جأشه. يعني ده بيبين في البيت الشعر يعني رباطة جأش الشجاع يعني. وسمي الكرت حبا اما للزومه للاذن او لقلقه، ولانه بيتهز متملي المحب الان لانه عايز ايه على طول يبقى مع حبيبه، اما مشتاق في حال الغيبه غيبه عن الحبيب، او انه هو في كمال هيجان المحبه عند لقاء الحبيب. وسمي القرط حبا اما للزومه للاذن او لقلقه، وقيل المعنيين صحيح في الحب. وقيل هو مأخوذ من الحب جمع حبة، وحبة القلب ما به قوام، فسمي الحب حبا باسم محله. انت نفسك مش بتقول لواحد يا حبة عيني؟ حبة عيني يعني ايه؟ يعني اصل العين، اصل العين اللي هو ايه؟ انسان العين يعني. وقيل الحب والحب كالعمر والعمر. وقيل هو مأخوذ من الحبة بكسر الحاء وهي بذور الصحراء، فسمي الحب حبا لأنه لباب الحياة، كما أن الحب اللي هي جمع حبة يعني لباب النبات، زي ما كان الحبة دي هي أصل النبات فسمي الحب اللي هو أصل الحياة يعني. وقيل الحب هي الخشبات الأربع التي توضع عليها الجرة، فسميت المحبة حبا لأنه يتحمل عن محبوبه كل عز وذل. وقيل هو من الحب الذي فيه الماء يعني الوعاء، لأنه يمسك ما فيه فلا يسع فيه غير ما امتلأ به، كذلك إذا امتلأ القلب بالحب فلا مساغ فيه لغير محبوبه. كل دي معاني لغوية. هيبتدي بقى يقول لك أقاويل العلماء والأولياء على ما استشعروه من معنى محبة الله. يبقى كده خلص المباحث المتعلقة باللغة والأصول وعلم الكلام في معنى كلمة المحبة. وأما أقاويل الشيوخ فيه فقال بعضهم المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم. كلام حلو كله بقى ماشي، كل واحد يعبر عليه زي ما حابب. وقيل المحبة إيثار المحبوب على جميع المصحوب، يعني تجد نفسك تترك كل ما يصاحبك إلى محبوبك فلا تأنف إلا به، وتستوحش عما سواه، فهمت ازاي؟ بما سواه. وقيل موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، يعني تبقى موافق مراد الحبيب منك سواء كان الحبيب معاك أو غايب عنك، يبقى ايه؟ موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. وقيل نحو المحب لصفاته وإثبات المحبوب لذاته. الحب هو محو المحب لصفاته، إذا كنت أنت بتحب الله فصفاتك المذمومة كلها بقى تنحى عنه، تنحى عن كل الصفات المذمومة فيه. وإثبات المحبوب لذاته وإثبات الله سبحانه وتعالى بكل الكمالات التي تليق به.
فهمت ازاي؟ فتمحو الغفل عنك والجهل عنك والاعراض عنك، تمحو ذلك بدوام الذكر وبدوام الموافقة وبدوام الطاعة وبدوام الذكر. فهمت المسألة؟ وقيل موافقة القلب لمرادات الرب، والموافقة هي الموافقة مطلق الموافقة. وقيل خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة، يعني الحب مع الله غير الحب مع العبد. الحب مع العبد إسقاط الكلفة، أول ما تحب عبد تسقط الكلفة معك لدرجة إن ممكن حتى تناديه باسمه، صح ولا لا؟ يقول لك إيه، إسقاط الكلفة هي علامة الألفة، مش كده برضو؟ فلكن مع الله لا، مع الله هي خوف ترك الحرمة، لأن في حاجة اسمها مقام الدلال. ساعات الوالي يغلب عليه مقام الدلال، يقوم يبتدي يدلع على رب، يقول له والله يا رب ما انا خارج من هنا الا لما تعمل لي كذا دلوقتي، انا بقول لك اهو دلوقتي. الله تستعجب، الوالي بيكلم ربه ده ولا بيكلم مين؟ ده كلام ما يليقش خالص، سقطت الحرمة. احنا شفنا اوليه كده، واخد بالك؟ وربنا حقق لهم مراد، واخد بالك؟ لاقيه بيبقى في مقام دلال، دي حاجه تانية. زي احد الاولياء كان ماشي في السوق في بغداد، وجد امراه بنتها ضاعت منها، وقاعده بتدور عليها، تاهت بنتها، فقاعده بتعيط وتولول والدنيا شمس وتعبانه، فراح قالع طاقيته ورفع رجله ووقف في الشمس وقال والله لا استظل ولا اضع القدم الاخرى حتى تاتي اليها بابنتي. الله، يعني بيحلف على رأيه ده. فبصوا له البنت بتجري وراحت في حضن امها، راح الراجل لبس الطاقيه كانه ماشي. ادي بقى مقام دلال، يبقى هنا سقطت الحرمه في مقام الدلال. فهمت ازاي؟ لكن المقام العادي للحب للمحبه الكامله انك انت لا تسقط الحرمه ابدا، يفضل الله تعظيمه معاك حتى في لسانك مع قلبك مع كل جوارحك في كل لحظه. يبقى خوف ترك الحرمه مع دوام اقامه الخدمه بالجوارح له في الطاعه. فهمت ازاي؟ دي المحبه الكامله، زي ما نبينا قال كده، والله ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، لن ده للمستقبل، والنبي لا يعلم الغيب الا بتعليم الله له. فشوف حته الدلال دي حصلت من النبي برضه صلى الله عليه وسلم، مش قال كده في بدر؟ قال ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، هو ربنا مش قادر ان يهلك العصابه ويعبد في الارض؟ لا. طب امال النبي بيقول لي كده؟ دلال، ادلال على ربه. فهمت بقى؟ يبقى مقام الادلال له دليل برضه من السنه. للي طبعا النبي جاب كل الاحوال، لانه وهو مورط الناس دي كلها كل حاجه، بس لما تقرا السيره بنظر. وقال ابو يزيد البسطامي: المحبه استقلال الكثير من نفسك واستكثار قليل من حبيبك. يعني اقل حاجه يدالك ربك تبقى كبيره قوي، ومهما عملت انت لطاعه ربك تحس انك ما عملتش حاجه. فهمت ازاي؟ وعشان كده النبي كان يجل النعمه وان دقت، وكان يعبد الله ليل نهار حتى تورمت قدماه، وقال: افلا اكون عبدا شكورا؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. يقول ذلك ويربط الحجر على بطني من الجوع. فاذا عطش اربط حمد الله، ويقول: لتسالن يومئذ عن نعيم. يبقى كان اقل حاجه اداله ربه هي كبيره قوي، ومهما بذل مهجته مع ربه ولا حاجه. هذه المحبه الحقيقيه. وقال: مش انت بقى لو ربنا ما اكلكش لحمه كل يوم، لحم بالذات تبقى مشكله، كل يوم طعميه يا رب. طب ما جربش معاك انك تاكل حاف يعني، او ما تاكلش اصلا، او تربط الحجر على بطنك، او لا يوقف في بيتك النار لمده شهر وشهران، او تعيش وتموت لا تشبع من خبز الشعير كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان لا يشبع مطلقا الا مع ضيوف بس، مع بطل من باب اكرامهم. كانش يقعد ياكل لما يشبع الا مع ضيوف، علشان ايه؟ ما يخلصش قبلهم من باب اكرامهم، لكن هو لو على نفسه هو لقمه والثانيه وخلاص صلى الله عليه وسلم. وقال سهل: الحب معانقه الطاعه ومباينه المخالفه، يعني تبعد تماما عن كل مخالفه، واخد بالك؟ وتعانق الطاعه ليل نهار، لان قل ان كنتم تحبون الله ايه؟ فاتبعوني. والاتباع معانقه الطاعه، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وسئل الجنيد عن المحبه فقال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. يبقى تتبدل صفات الولي
من الصفات الدنيه الى الصفات العاليه، فتجده يعني يعفو عن الناس، يعفو عن من ظلم، لانه خلاص بقى زي يعني تحقق بصفه العفو. كويس. تجده لا يفضح الناس، تحقق بصفه الستر. تجده يعفي ولو منعوه، لانه تحقق بصفه الكرم. يبقى تخلص من صفاته الذميمه الى الصفات العاليه. ايوه. اشار بذلك الى استيلاء ذكر المحبوب حتى لا يكون الغالب على قلب المحب الا ذكر صفات المحبوب والتغافل بالكليه عن صفات نفسه والاحساس بها. ونقف عند هذا الحد ونكمله ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وأقل عن ذكره الغافلون. جزاكم الله خيرا.